هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتو مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. ها ما شاء الله عنك شقفة وحدة فكرتك متي. حقك علي مشغولة شوي بس شي سمعت بالخبر دغري اجيت لعندك. ما في منك تسلمي لي حبيبة قلبي انتي. تسلمي لقلبي بس فتحية بدي اسألك سؤال. انه ما صلك غير شهر متجوزة ليش اتطلقتي؟ سؤال انتي بتتحملي شهر كامل ضرب وزل واهانات؟ يو لا والله ما بقدر اتحمل. ايه كمان جوزي ما اتحمل. شرشرة تقبلني الثقافة منك. أنا شو مستفيدة منك ومن ثقافتك؟ قوم من قبل كبل لك ياس الزبالة ها قوم. لك أنا بس بدي أفهم أنت منيح عم يطلع معك الزبالة كلها هاي؟ كل يوم بتكب 6-7 مرات الزبالة؟ تاني شي أنا قاعد هون بس رح تكب الزبالة؟ شو استفدتي؟ يضرب عيشته اللي بيتجوز تحت صغيرة. ما بتخلوا الواحد يتهلى لا بأرجيلة ولا بشي. هاي الزبالة طالع كبه للمرة 17 اليوم. يلا رجعت ها حضري اللي بعده. اضربي انت والزبالة. لك شو قصته الجار اللي عندي؟ باليوم 6-7 مرات بكب الزبالة؟ هذا مرته مكرهته حياته عم بياخد تنفس بكب الزبالة. هاي اجت تسلاي عم نشتغل فيه شوي. مرحبا جار. أهلين شلونك؟ منيح. شوف قديش الكيلو؟ أنت دور إحنا ما بنختلف. فوت هذا بيت اخوك. فوت تسلم لي والله بعدين. فوت زين زين زين. انت اول مره تجي لعندي. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل هون على الصالون. على الصالون. ايه ايه فوت
فوت. اهلين سهلين، تفضل عود. ليه قبل ما نبلش نحكي شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل؟ ما بدي شيء، ما بدي جربك شو شرب. انا هيك دائما طبيعتي ضيوفي كلهم شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل. لك الله يخلي لي اياك، انا جاي بس بدي احكي معك هيك الموضوع كذا بدين. كم مرة قلت لك ما بتجي بتنقبر على قلبك وتضيف قبل ما تقول لي؟ ولك ما شايفني منكوش وشعري منكوش؟ ولك بعدين هلا أنا ما قلت لك بتقول لي على التليفون قبل ما تنقبر تجي مشان تجيب معك غدا؟ ولك أنا ما طبخت؟ ولك مالي خلق؟ ولك نفسيتي تعبانة؟ ولك الشلل كوم بالمجلس مالي خلق؟ أبد إشي مالي خلق أبد إشي. بعدين تعال أقول لك أنا ما قلت لك إني مكتئبة وبدي مصاري بدي أنزل على السوق؟ انقبرت على قلبك عطيتني قرشين لأنزل؟ ما على أساس بأسبوع السولد بتعطيني مصاري لأنزل؟ ليكو محل الفساتين اللي تحت بيت أختي، الفساتين مأزعة عنده أزعة على الملكانات، بروح بشتهي وبرجع بشتهي، اشتهيتك تمد إيدك على جيبتك وتعطيني وتقلي انبسطي إنتي وابنك بهالسوق شوي، ولك شيل إيدك بدي تجيب لي من جوا مو من هدول القرشين اللي عندك، اسمع كلمتين، لو كانت أختك اللي دقة كنت مدعت إيدك وعطيتها، ولو كانت أمك كنت مثل الأرانب قدامك على وجهك، تروح تنزع لعنده. بعدين اسمع كلمتين ولا تغطاهم، والله العظيم بالبيت مالي قعدت لك ولا نهار، وحياة الله مالي قعدت لك ولا نهار. عم تسمع؟ مين هذا اللي جايب لي اياه معك؟ ابني اللي سألتيني. هذا أكبر ملياردير، كان جاي يخطب أختك، قلت له تعا تفرج على المسطرة اللي عندي. بسيطة يا فؤاد، لكن أنا بعد 3 سنين زواج تخوني؟ ومع مين؟ مع وحدة أصغر مني بسنتين بس؟ أنا بفرجيك يا فؤاد، أنا بفرجيك، ليش لا؟ ألو مرحبا، مطبعة السعادة؟ بعد إذنك بدي أبعث لك هلأ صورة على الواتساب. إيه، بدي إياك تكتب لي تحتها مجنون هربان من مشفى الأمراض العقلية أو من مستشفى المجانين، ما بتفرق. إيه تماما، وحزير شو كمان، بدي ابعت لك هلأ عنوان ورقم تليفون مشان إذا حدا يعني بده الدكتور يدق عليه بتكتب لي عليها دكتور يعمل لوجه الله تعالى، والإسعافات الأولية والأدوية كله عليه، وبيجي الساعة 2:00 و3:00 بالليل ما عنده أي مشكلة. إيه والله إيه. إيه طيب ماشي، هلأ ببعت لك ياهم كلياتهم. شكرا، كلك ذوق، أهلين باي. وحياة اللي خلقك لحتى خلي كل أهل الأرض تشتغل فيك، بسيطة. ألو مرحبا، مطعم الأمال؟ بعد إذنك بدي إياك تبعت لي لعند ابن لعند فؤاد السهيان. إيه، بيته ساحة البجعة، البناية 14، بناية برج العقرب، هيك اسمها. تماماً، الطابق الثاني. 70 وجبة أكل لسبعين شخص. إيه، ومع مشاريبهم. شكراً، كلك ذوق، أهلي. مرحبا، مطعم السعادة؟ بعد إذنك بدي إياك تبعت لي لعنده هو لعند فؤاد السهيان. إيه، بدي إياك تبعت لي ساحة البجعة، بناية رقم 14، برج العقرب. يا عيني عليك، بتعرف العنوان، طالبين قبل بمرة. 125 وجبة أكل. إيه والله عنا عزيمة. إيه، والمشاريب ها لا تنساهم. شو عندك حلو دخلك؟ تمام، ايه بعت لي كنافة. ايه 125 وجبة كنافة. طيب، ايه شكرا، كلك ذوق، ولا تنسى المخلل بعد اذنك. ايه طيب ماشي، يلا اهلي باي باي. اذا ما بنزل لك بوست على الفيسبوك خلي كل العالم تشتغل فيك. منزل 3 غرف مع منتفعات سوبر ديلوكس، 5 مليون ليرة، لا كتير، 3 مليون. وهي الرقم 0931. الاتصال بعد الساعة 12:00
ليلا فقط. وهي بستاني سيارة بي ام دبليو موديل حديث 1.5 مليون. مضطر جدا للسفر. الاتصال بعد الساعة 1 ليلا. معمل للبيع مع كامل معداته 10 مليون. مقبول 10 مليون معمل. ألو مرحبا قسم الشرطة؟ إيه بدي أخبركن على واحد تاجر مخدرات وحشيش وبيتعاطى حشيش كمان. إيه وفي برقبته جريمتين قتل وواحدة خطف، بس ليك مالي متأكدة من الخطف ها؟ إيه اسمه فؤاد السهيان. إيه فؤاد السهيان. أهلين، أهلا وسهلا. شكرا شكرا. حاجته يشكر ربه إني بخاف الله. لك ليش هيك البيت مكركب؟ شو هالكركبة هي؟ لك شو العيشة يا ربي؟ لك ما لقيت ولا طعم وتعبي، شو عم تروح على شغلي أنا؟ لا قميص، لا بنطلون، لا بطيخ، وين صبابي؟ لك من كل تيابي ما لقيت غير الجرابة. شو بدي اروح على شغلي أنا؟ لك وينك؟ ليه عم بتعيط؟ ليش طلعتني ها؟ لك شو ليش عم عيط؟ ليش هيك البيت مكركب وأنت ملتهيتيني بهذا الواتساب؟ لك ردي علي لما عم حكيكي، شو عم تعملي على الواتساب؟ عم بحكي مع اختي على المانيا عم وصي اغراض. طيب انا بدي تيابي، بدي اروح على شغلي. يا ستي بطلت اروح على شغلي خلص، عبوت اندبس نام انا، يضرب النت وساعته. اخ بس الواحد يناوي فيه بيشوف الدنيا. شو هاد؟ شلون هيك؟ شو هالترتيب الحلو هاد؟ يا سلام ويا عيني. يا أنا بحلم ولا بعلم؟ البيت كله مرتب؟ شبك حبيبي؟ مع مين عم تحكي؟ بحكي مع حالي، لأنه ما في بالعادة هيك يكون البيت مرتب. شو مقطوع النت عنا؟ لا حبيبي تفهم من تمك شو عم تحكي، بدفع كل فاتورة بفاتورتها، بس ضاع الشاحن واضطريت إني رتب البيت كرمال لاقي. أيوة هذا هو. ايه هاد شو بدي بقصة جابي الكهرباء انا؟ نطوت من بيت لبيت مثل السعدين. مرحبا مدام. اهلين اهلا وسهلا. معقولة 3 أشهر يا مدام؟ ايه والله، بس انت شو عرفك؟ ولو يا مدام، نحن بنعرف كل شيء، انتوا بتشتغلوا جوات البيت ونحن عم نشوف شغلنا برات البيت. كيف يعني بتشوفوا شغلكم جوات البيت؟ يعني انتوا بتشوفونا نحن شو عم نعمل؟ نحن بنعرف كل شيء مدام. يا ويلكم من الله، بتعرفوا شو عم بيصير جوا كمان؟ هلا المهم مدام، بتخبري زوجك يراجعنا مشان يدفع، والا بنقطع له اياه. ولك لا شو تقطعوا له اياه؟ وانا ساعتها شو بدي اعمل بحالي؟ والله يا مدام بدك تدبري حالك بشي شمعة. شو دبري حالك بشي شمعة؟ يخرب بيتك من حالك، روح من وشي يا ويلكم من الله. بس شو حكينا؟ تعي خدي الوصل. طولي بالك يا اختي، معقولة تتركي وتروحي معي على البيت يعني؟ لكن انا؟ انا يخونني؟ بعد 5 سنين انا عايشة معه على المرة وعلى المرة يخونني؟ يعني هلا انت شو ناوية تعملي؟ قلي لي. وحياتك حسابه عسير، وحياتك حسابه عسير، بكره بتشوفي شو بدي اعمل. امشي قدامي لشوف، امشي. يلا يعني اول ما قالت لي مروه انك تجوزتي وصار عندك بيت جديد دغري اخذت منها العنوان واجيت لحتى بارك لك.
تسلمي حبيبة قلبي، تسلمي. يعني ضليت على مروة ساعة أسألها أنه استفسر مين العريس، ما رضيت تقلي، قالت لي خليها هي تقلك. قال مين العريس الجديد؟ هذا يا ستي من بعد ما طلقني جوزي القديم وركض أفا هاي السعدانة المقوصة وأخدها، ضليت لاحقة أبوها لحتى علقته فيني وتجوزني، وهيك جبت لهم جلطة ثلاثية الأبعاد، جلطة جوزي القديم ومرته الجديدة وأمها كمان. ها نحن سام في دروب كنزنا. كريستوف، إلى أين أنت ذاهب؟ ومع من ذاهب؟ وكيف لك أن تدعني وتذهب؟ كارولينا، أنا كريستوف كولومبوس، وتقولين لي إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب لاكتشاف قارة أمريكا، والبحارة واللصوص ينتظرونني في البحر في السفينة، سنذهب بسفينة كبيرة. هذا اللي ناقص، شاك بشر السفينة ما في مين يتفوش. إلا يا سيدي مالك رايح؟ بعدين ما هي الفائدة من اكتشاف قارة أمريكا؟ الفائدة كبيرة وجمة، الناس ستقول إذا لم أكتشف أنا كريستوف كولومبوس قارة أمريكا سيقولون عني خائن. أنا سأقول لهم ألف حبل مشنعة وليقولوا كريستوف كولومبوس خائن يا كارولينا. أي حاجة نطلب قد ما تكون مفكر حالك أمام بطوطة. عود من قبر عود، عملت لك مجدرة برغل والبحصات اللي بقلب البرغلات ما عرفت نقيه ونكتشفه منيح بالبرغلات. عود. أوهو علينا نعم، راح علينا اكتشاف قارة أمريكا. وينك؟ لا تنسي المخلل والبصل طيبين مع المجدرة. تضرب على أي شيء. لك يا أهلين وسهلين ومرحبتين، لك والله نورت لندن كلها ماما. لك شلونك؟ شو أخبارك؟ طمنيني عني. لك تقبر قلبي، لك تقبر قلبي إلهي، أنا منيحة كتير. أنت طمني عنك، عن دراستك، عن وضعك، عن عيشتك. لك ماما تمام، كله تمام، لا تاكلي هم بالمرة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. هاي هلو. ها هاي جيجي. أهلين جي، تعالي أعرفك على ماما. تعالي تعي تعي جيجي لعرفك على ماما، جاية لعنا زيارة على لندن. ماما جيجي. هاي هلو هاو ار يو. أهلين أهلين وسهلين، أهلين وسهلين ومرحبتين. أوكي رمزي، I want to go now. أوكي أوكي، see you. باي باي. شو بنا؟ لك شو بنا؟ منو هاي؟ لك شو منو هاي؟ لك ماما هاي جيجي، لحنا هون شركاء سكن أنا وياها. شو يعني جيجي وشركاء سكن؟ شلون هاي بالك ابني؟ لك طولي بالك لا يروح فكرك لبعيد. شركاء سكن يعني هي عايشة بغرفة وأنا عايش بغرفة. شو بنا؟ إيوة. لك إيه مثل ما عم قلك. قلت لي أنت عايش بغرفة وهي عايشة بغرفة. آه. تحررين كتير والله. Hi Gigi. Where is my coffee cups? I don't know. You don't know, really? Okay, ask your mama, okay? Mama? شو ماما ماما؟ معقول دق لماما مشان فنجين القهوة؟ Ask her Ramzi now. شو بقى يا جنة؟ لا معقول ماما تكون قاعدة الفنجين؟ لا لا مو معقول. ما بتعملها. خلينا ندق لها ونشوف نص. لك يا حبيباتي ما أحلاكم. لك يقبرني هاللون ما أحلاكم. حبيبي حبيبي. شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد؟ يقبرني. أهلين. ألو مرحبا ماما. أهلين، تقبرني إن شاء الله. طمني عليك، عن صحتك، شو الأخبار؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ لك والله بقى أنا اشتقت لك كمان. إيه ما بس بدي اسألك سؤال، يعني هيك ما بدي يعني تاخدي فكرة عني سيئة، يعني ما بدي اقول انه انت اخذتيهم ولا ما اخذتيهم، بس جيجي كانت عم تسألني على الفناجين الملونة تبعها، ما لقيتهم بالمطبخ، بقيت لحالي بركي انت بتكوني حاطيهم هون ولا هون. اسمعوا، لا انا ما عم بقول انه في شي بينك وبينه، ولا عم بقول ما في شي بينك وبينه، بس لو كانت السجيجي عم بتنام بتختها وبغرفتها لحالها كانت شافت الفناجين على تختها. يا حبيبي انت فهمت؟ انت وهي.
منيحين بنتي أهلي؟ كيفك طانت؟ منيح جيتي بوقتك. شو؟ شو بدي أحكي لك؟ من وقت ما أجيت وهي قلبي وشا وقاعدة لحالها ما عم بفهم عليها شي ولا عم تحكي لي شي. ما شاء الله أنت رفيتها، يعني بتفهم عليكي أكتر وتسمع لك أكتر، فهمي لي شو القصة؟ لا تاكليها لا تاكليها، هلا أنا بعرف لك شو بها. يلي الله يخليك. أوف أوف أوف، ليش هيك عيونك ورمانين؟ لموش؟ كأنك بكيانة ما هيك؟ احكي شوفي شو صاير معك؟ ماني بكيانة، بس متجاكرة كتير كتير. لا يا لموشة، أنا منولي حبيبة قلبك، احكي لي حبيبتي شو صاير معك؟ شو بدي احكي لك؟ اليوم صارت قصة معي بتبكي الحجر. اف، خير إن شاء الله، شوفي شو صاير معك؟ هذا يا ستي مثل ما بتعرفي أنا قطعت الثلاثين، وصار لازم أفكر موضوع الارتباط والزواج بشكل رسمي. ايه، شو يعني شو صاير معك؟ هلأ من كم يوم أنا وراحة على الشغل عم شوف في شاب قاعد بسيارته، أنا وراجعة من الشغل بشوفه نفسه قاعد بسيارته، لك بفتح شباك البلكون بالليل بتطلع بلاقي قاعد بسيارته. ودخلك حلوة سيارته؟ من اللي الحلا قديمة ومهرتكة. أيوة، معناها هو حلو ومجذب يا درسانة. إيه لا حلو ولا مقبور على قلبه مجذب، بس حسيت إنه أخلاقه عالية لأنه كل ما بمرق من قدامه بيوطي راسه هيك على الأرض. إيه لكن شو القصة؟ إذا لا هو حلو ولا سيارته حلوة، ليش من غازة أنتي؟ من شو متجاكرة؟ لك يا حبيبتي تغاضيت عن إنه هو مو حلو وسيارته قديمة، قلنا ضلي راجل ولا ضلي حيطة. بس أنا شو اللي صار معي؟ قبلت بالبين، بس البين ما قبل فيني. إيه؟ اليوم أنا وراجعة من الشغل شفته واقف قدام البيت، أنا شفته هيك عم وطى راسه على الأرض وأنا صار قلبي يدق يدق يدق، قلت لازم حط حد لهي القصة. ايه؟ رحت لقدامه وسألته، قلت له عفوا انت ليش بتضل واقف هيك قدام بيتنا؟ قام اطلع بوشي وابتسم هيك وقال لي لأنه النت عنكم مفتوح وما في له باسورد.